مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من رح نبقى سوا ونواكب فيها مثل دايما كل التطورات على صحتنا الداخلية. وبيسرني بهذه الحلقة أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور جورج حرب، أستاذ الدكتور في الفلسفة السياسية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكي. يعني كتار هي المواضيع اللي رح نتناولها، إن كان ما حصل بمجلس الوزراء أو مجلس النواب حتى، والأمور على الأرض. بداية هيك رؤيتك بشكل عام قبل ما نغوص بالتفاصيل ملف بملف، بتحس أنه ماشيين على السكة الصحيحة لناحية إنقاذ البلد أم تقصير ورا تقصير ورا تقصير والمنتظر أكبر بكتير؟ لا، بالنسبة للحكومة ما بعتقد أنا أنه عندها الطاقة لحتى تقدر تغير كتير بمجرى الأمور. مجرى الأمور صار أكبر من لبنان، والأزمة اللبنانية وصلت بأزمات المنطقة، الأزمة اللبنانية تدولت، وأساساً الشرق الأوسط يعني كله مدول. هلأ رح نستعرض شو عم بيصير، فما عاش فيهم يستمطوا حلول لحلا، إذا بدك الولوج لحلول بلبنان بمعزل عن اللي عم بيصير خارج حدودنا. هذا واحد. اثنين، الحكومة من دون شك عم تحاول تعمل شيء جديد، وزراء يمكن لربما عم يحاولوا يعملوا شيء جديد، ولكن إذا منوسع الزوم شوي للرؤية السياسية من دون شك نحن رايحين لشيء أكبر بكتير من لبنان وأكبر بكتير من قدرة الحكومة على احتماله. أكيد رح نحكي عن الحكومة كيف عم تتصرف بعد شوي. رح يكون معي وزير الزراعة عباس الحاج حسن، كمان لنشوف شو صار بالنسبة للكابيتال كنترول، مرر سيمر عبر مجلس النواب، كمان بعد شوي رح نعلق على هالموضوع. وأيضا كان اللافت بإعلانه أنه خطة القمح مشيت، هيدا شيء يمكن بيطمن شوي من ناحية الأمن الغذائي. ما بعرف إذا صار جهز معنا معالي، لازم يكون أكيد عبر تطبيق زوم لينضم لنا. يلا بس يجهز بنرجع له. بدي كفي معك كمان، حضرتك مستشار المدير العام لأمن الدولة، والأمن الدولة اليوم بحركة دائمة على الأرض وعم نشوف النشاط الفعال. وين اليوم هذا الجهاز؟ جهاز أمن الدولة أو مديري العام لأمن الدولة اليوم هي بصدد يعني متماشية مع الأزمات اللي من 3 سنين لهلأ بعد ما كلت عن لبنان. من بالأساس هي مكافحة الفساد ومكافحة التجسس، ولكن اليوم كأن الفساد تجسد اليوم بالمحروقات وبالأمور المعيشية وصرخة المواطن ووجع المواطن. من شان هيك من أكثر من سنتين مديري العام الأمن الدولي مثل ما كلكم شايفين والمواطنين شايفين ما تلكأت أبدا لتكون على محطات المحروقات، لمنع الاحتكار، لمنع زل الناس، لمنع الابتزاز مثل ما عم بيحاولوا البعض يعملوا، لأنه في منهم محترمين للمحطات مش كلهم. أيضا بين التجار بالمحلات بالسوبر ماركت بمختلف المناطق اللبنانية، بالبقاع الغربي، بزحلي، بالبقاع الشمالي، بعلبك الهرميل، بعكار، طرابلس، جبل لبنان، النبطية وجنوب، ويعني بكل المناطق يومية كافي لتغطية كل المناطق. من دون شك انه مش كافي، ولكن عم يقوموا بمجهود استثنائي. كل النواقص اللي عندهم اياها عم بيغطوها بمواطنيتهم، لانهم فعلا ترفع لهم القبعه ضباطا ورتباء وافرادا، وبالتاكيد قياده للمجهود اللي عم ينعمل بهذا الظرف. رح نتابع بكل المهمات اللي عم بيقوم فيها هذا الجهاز، غير قصه مكافحه الاحتكار وكل هالامور. في امور ثانيه مرتبطه كمان بقصص امنيه رح نحكي فيها، ولكن شو رايك هلا نروح مباشره لمعالي وزير الزراعه عباس الحاج حسن اللي صار معنا مباشره عبر تطبيق زوم. مساء الخير معاليك. مساء الخير لك. اهلا وسهلا معك. خليني ابدا بما اعلنت عنه امبارح بعد مجلس الوزراء، وهي طمنت شوي ناس لناحيه الامن الغذائي. فينا نقول شو يعني خطه القمح اللي تمت الموافقه عليها؟ بدايه لا شك اليوم الجميع يحتاج رسائل تطمين، ان كان اليوم المواطن العادي، ان كان المزارع، وان كان الاقتصادي. نحن اليوم نمر بأزمة لا شك معقدة، نتحدث عن أزمة اقتصادية، أزمة مصرفية، وأزمة بشكل عام لكل القطاعات المنتجة وغير المنتجة. اليوم موضوع القمح وخطة القمح التي وضعت في وزارة الزراعة كانت يجب أن تكون منذ 40 عام، لكن أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل.
مجلس الوزراء بالأمس في قصر معبدة اتخذ القرار وتبنى هذه الخطة التي وضعناها في وزارة الزراعة، التي تؤكد وتقول بأن اليوم هذا القطاع يجب أن نعمل عليه منذ الآن. هذا الموسم بعد شهرين عندنا موسم الحصاد، سنعمل مع الهيئات المانحة والدول المانحة على دعم مزارعين مزارعي القمح والشعير، القمح الطري والصلب، لجني هذا المحصول الذي تعهدت الحكومة اللبنانية بأن تستلمه بالكامل من المزارعين اللبنانيين. والسعر طبعا السؤال اليوم المطروح دائما في الشارع، هل ستستلم الحكومة اللبنانية وزارة الاقتصاد بأسعار تشجيعية؟ أقول لك بكل صراحة وبكل شفافية نعم. السعر، نحن نشتري القمح كدولة من الخارج، حري بنا أن الثمن الذي ندفعه في الخارج أن ندفعه في الداخل، وبالتالي هذا الأمر يؤسس إلى نهضة حقيقية في القطاع بشكل عام وفي قطاع القمح بشكل خاص. يعني قد ايه الوقت لنرتاح اكثر اذا فينا نقول؟ يعني بالنهايه نعم بس نحكي زراعه، بس نحكي قمع، يعني مده طويله وليس سنحصد بكره. يعني سؤال جميل جدا، بدي اشكرك لانه السؤال ايضا اذا بتسمحي لي اطرح السؤال ولاجيب، قد ايه صرنا وقت نحن مأخرين على هذا القطاع؟ ما لا يقل عن 40 عاما سيدتي. نعم لا شك اليوم كل دقيقة نحتاجها. نتحدث عن موسم، هذا الموسم بعد شهرين في حصاد، نتحدث عن الموسم القادم إن شاء الله أول تشرين تبدأ عملية التحضير لضخ البذور المؤصلة التي سنعتمد على شرائها من المنظمات المختصة بهذا الإطار. أتحدث عن أكساد، أتحدث عن إيكادا، أتحدث عن منظمة الفاو، كل الهيئات العالمية الإقليمية التي تعنى مباشرة بهذا الملف. طبعا هذا الأمر سيكون دونه عامل أساسي ومحوري، وهو مسح الأراضي المزروعة اليوم من القمح والشعير، القمح الصلب والطري، حتى يؤسس على مشروع طويل الأمد ومستدام. بمعنى العام القادم اليوم كل التقديرات في وزارة الزراعة تؤكد أن المزروع ما لا يقل عن 50,000 هكتار، الطموح هو ما لا يقل عن 100,000 هكتار كخطوة أولى. طبعا هذا الأمر بالحسابات البسيطة، الدنم الذي يتراوح من 300 إلى 500 كيلو اولا في بعض المراحل عندما يكون مرويا بريا تكميليا يصل الى 700 إلى 800 كيلو، هذا رقم جيد وجميل جدا ممكن لنا ان نتحصل عليه، وبالتالي نتحدث عن تغطيه ما لا يقل عن 30 إلى 35% من حاجه السوق اللبناني الى القمح الطري الذي نستخدمه حاليا، نشتريه قاسي الدنيا حتى نصنع الخبز الذي نأكله جميعا إن كان في وجباتنا الصباحية أو خلال النهار والليل. هلا منيح بلشنا على القليل نفكر انتاج وزراعه من بعد ما كنا كل شيء استيراد باستيراد، هيدا الشيء منيح. وكنت طمنت كمان من كم يوم بانه الامن الغذائي بلبنان ليس بخطر. متكل يعني متكل يمكن لا اقرار هذه الخطه، ولكن بالمقابل بهالفتره الزمنيه الحكومه عملت شغله صحيح بالنسبه لانه يضل الامن الغذائي غير مهدد. طبعا انا بس اسمحي لي افتح مزدوجين كبيرين هنا وتخطاط لو سمحتي لي. لاول مره في تاريخ لبنان نجد ان الاهتمام من اعلى السلطات الموجوده في البلاد، فخامه رئيس الجمهوريه مشكورا يقف عند هذا الملف ويقدمه إلى كل الذين يزورونه من الهيئات الدولية ومن الزوار الكبار، يتحدث عن موضوع القمح كأولوية الأولويات، دولة الرئيس نبيه بري أيضا، والرئيس ميقاتي مشكورا كرئيس الحكومة اليوم هو من يدير كل هذا الجهد الحكومي حقيقة، واليوم كانت له تغريدة لافتة ومشكور عليها، يشجع المزارعين بالاتجاه الصحيح حتى نتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. نعم الحكومة تعمل بكل ما أوتيت من قوة، واسمحي لي أن أقول هنا أيضا اليوم كل من في الحكومة حقيقة القوى السياسية الممثلة بالحكومة الوزراء يعملون بكل جهد، والجميع يوصف حال الحكومة اليوم أننا نلتقط كرة أو كرات من النار، لكن هذه الهمة العالية اليوم واضحة للعيان. نحن نعمل بكل طاقتنا في سبيل الأمن الغذائي أن لا يتهدده أي شائبة أو أي عائق، وبالتالي نعم نحن
نحن أعود وأطمئن كما طمأن جميع الوزراء الذين سبقوني في هذا الحديث، بإذن الله لسنا أمام أزمة مستعصية، نحن ستمر هذه المحنة بطريقة سلسة، لا تهديد أي منتج أن يفقد من السوق، لكن دون ذلك أيضا نحتاج تضافر الجهود الأمنية، القيادة الأمنية تساعدنا في ذلك، لأنه أيضا وأيضا كل الأزمات يوجد فيها من يريد الاستثمار بها، أعني بذلك بعض المنتفعين. المهم المواطن يقدر يشتريها، هذا الأهم يا معاليك، المهم المواطن يقدر يشتريها، مش مهم أنه مش رح تكون مفقودة هذه البضائع. طبعا طبعا سيدتي موضوع القمح، نعطي على سبيل المثال حتى نكون أيضا واقعيين، لا شك اليوم تأمين القمح من السوق العالمي ليس سهلا ولكن ليس صعبا، ولكن الذي كنا نشتريه ب 380 دولار أو 400 دولار اليوم لن يكون هذا سعره، لأنه هو أزمة عالمية أرخت بثقلها على كل الاقتصاد العالمي، ونحن اقتصادنا مترهل أصلا، وبالتالي زاد من الطين بلة وجود الأزمة الأوكرانية الروسية التي تداعت أصلا أو أثرت على جميع دول العالم، ونحن الأكثر، لأنه ربما نحن الأكثر هشاشة، لأنه تعرفي التوصيل يبدو أنه فقدنا معليك، بعدك عم تسمعنا لأنه يمكن شوي الكونكشن سنوات نحن يعني نرجع نتواصل، عن بعض بدي اسأله عن مسألة الكابيتال كنترول قبل ما متابع معك دكتور. الحمد لله طمنا بقصة الأمن الغذائي، ولكن نرجع لمسألة المهم ما يصير في استغلال مثل ما قال معالي، وهيدا دور القوى الأمن الدولي مثل ما كنا عم نحكي من شوي قبل ما أرجع قاطعك. رجع معنا الوزير، رجعنا معك معاليك. نعم يعني هيدا كونكشن بدك تقله للوزير القرم يمشي الحال شوي. انا الو سامعينك معليك معنا على الهواء. انا تفضل. بدي كنت اقول لحضرتك انه نعم اليوم الجشع والطمع لدى بعض التجار والمحتكرين هذا امر يجب ان يكون بالمرصاد الجميع له، نتحدث عن الحكومه، نتحدث عن القوى الضاغطه في البلد، نتحدث عن القوى الامنيه، حتى نكون يدا بيد ومعا في سبيل ان ننقذ مواطنينا اليوم، حتى يكون بمقدورهم شراء حاجياتهم والاولويات من السله الغذائيه. هذا الاساس. معليك قبل ما يدهمنا الوقت وتغادرنا، بدي اسالك عن جلسه امبارح ويعني مرور الكابيتال كنترول من بعد ما كان تعقد كمان مجلس النواب، انتم من يلي اعترضتوا ولا شو؟ الصوت خفيف ولكن ساجيب. تتحدثين عن كابيتال كنترول وموقف الثنائي الشيعي من هذا الملف يوم امس في مجلس الوزراء، صحيح؟ صحيح، هذا هو. نعم. السؤال سيدتي، ايضا حتى تكون الامور واضحه، نحن في مجلس الوزراء تحدثنا باسهال واستفضنا بان هناك بعض النقاط او اغلب النقاط التي كنا طلبنا بها ان تعدل عدل البعض منها، لكن بقي يشوب النص الكثير من الشوائب والكثير من الاراجيف القانونيه، هناك بعض المصطلحات وبعض الامور غير واضحه، وبالتالي الاساس لدينا ولدى الجميع اعتقد هو موضوع المودعين، اموال المودعين هي خط احمر سيدتي الكريمه، وبالتالي سجلنا اعتراض في جلسه مجلس الوزراء نحن وعدد من الوزراء، وبالتالي الامور اليوم ذهبت من الحكومه باتجاه مجلس النواب، ومجلس النواب طبعا ممثلي الشعب سيكون لهم كلمتهم، وهناك الامور كما تعلمين فيها الكثير من الحديث، وبالتالي نامل ان كابيتال كنترول ان يقر ضمن ما هو مصلحة لكل اللبنانيين ومصلحة البلد، وبالتالي نحن برجع بقول يؤكد الجميع منفتح اليوم على أن تكون كل الأمور مسهلة، ولكن بالحد الأدنى ما يحترم أول شيء القانون، ثانيا القاعدة القانونية المتبعة، وثالثا والأهم هي حماية أموال المدعين أولا وأخيرا. إن شاء الله خير. يعني هلأ اعترضتوا بس مر، يعني بتتوقعوا نفس الاعتراض يكون بمجلس النواب بشكل لا يمر، أو مثل ما صار مجلس وزراء بيصير بمجلس نواب؟ والله سيدتي اسمحيني أن هون أكون شوي واقعي، لا يمكن لي أن أتنبأ ماذا سيحدث في مجلس النواب، لأنه أيضا لا يحق لي أن أتحدث عن النواب الذين هم ممثلي الأمة، وبالتالي هم منتخبون، وبالتالي هم مشرعون، وبالتالي كل الأمل
أن تصل القوى السياسية الممثلة والكتل البرلمانية أن تصل إلى نقاط مشتركة تؤسس إلى أن يخرج إلى النور هذا المشروع الذي هو اليوم أساسي بالنسبة للبنان، خصوصا فيما خص موضوع عملية التفاوض. إن شاء الله يكون بعد في كابيتال ليكون عليه كنترول وأموال المودعين يكونوا بخير، هذا اللي نتمنى دايما. أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة رغم هيك الكونكشن شوي قطعت الحديث، إن شاء الله قريبا بتكون ضيفة بالاستوديو نقدر نحكي أكثر عن ملفات وزارتك اللي لا تألو جهدا إلا وتعمل عليها. شكرا لك. شكرا وزير الزراعة عباس الحاج حسن. شكرا دكتور حرب. خلينا نتابع قبل ما هيك نقطع الافكار بامن الدوله قلنا على الارض بالنسبه للمواطنين، ولكن شو يعني ما عم نشوف كثير هيك تقارير عن قصص امنيه جواسيس. من فتره كنا شفنا في شبكات طويله عريضه وبنعرف هيدي بصلب مهام هذا الجهاز، شو الوضع اليوم؟ لما بتصيري تشوفي تقارير يعني في شغل غلط بيكون عم يعملوه امن الدوله، مش لازم تمرق قدامك التقارير للجواسيس ولا غير الجواسيس. بالنسبه للمواطنين والازمات المعيشيه اليوميه اللي عم يتابعوها دعما للقرارات الوزاريه اللي عم ياخذوها وزاره الاقتصاد وغيرها، هيدي متفق عليها بين القياده وبين الوزراء. وبالتالي كمان يعني برايي انا وبراي المشاهدين والمتابعين بلشت تلاقي نتيجه على ارض الواقع. نعم. اللي مش منضبط من التجار من بعض التجار لانه هنالك شرفاء بيناتهم اكيد، اللي مش منضبط بفتكر بلش جديا يشوف انه لا في عقوبات وفي اجراءات قانونيه عم ينفذوها ان كان قضائيه وان كان وزاريه عبر وزاره الاقتصاد. بالنسبه للتقارير ومتابعه الشبكات التجسس او عصابات السرقات او تهريب البشر او 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 ميزة هذا الجهاز هذه المديرية أنها تعمل بصمت، وعندما يعني خديها بهالبساطة، إذا بتكون بأي عمل أمني عم بيتابعوا أي جاسوس، عندما تعلنين اسمه طيب ما أنت عم تحذري مشغله وعم تحذري الشبكة اللي معه وعم تحذري وعم تحذري ومن مر من وراء ومن وراء وراء. لا أنا أعرف لا أعرف غير مطارح، أنا أتحدث الآن عن مديرية أمن الدولة. هنالك شبكات عندما تتابع عند الوحيد اللي بيعرف بهذا الموضوع هو القضاء المختص، وهذه العلاقة تبقى سرية للغاية بالقرارات وبالإجراءات وبالتوقيفات وبالتحقيقات وبالمتابعة، لا أحد يعرف ولا يجب أن يعرف أحد في هذا الموضوع. في منهم مرات بيروحوا على المحاكمة وما حدا بيعرف باسمه، في منهم حكموا وصاروا بالسجون وما حدا بيعرف باسمه، لأنه أنت بدك تتابعي اللي وراه وبدك تتابعي اللي وراه اللي وراه. أما أي إعلان عن هذا الأمر عندما يبدأون بالإعلان ولي هنالك في الأمر إنه يعني السرية التامة طبعًا. هي أساس هذا العمل للوصول للخواتيم المرجوة وليس لعرقلة المسار الأمني اللي عم بيكون. الأجهزة تعمل من أجل الحفاظ على أمن البلد وليس من أجل التشهير بأحد من الآخر. خليني أروح لنجم الأخبار اليوم واللي صدر عن القاضي نقولة منصور بتخلية سبيل رجا سلامة مقابل أكيد كلفة مالية بتوصل ل 500 مليار ليرة، إذا بدنا نقسمها على دولار اليوم يعني 20 مليون دولار. يعني هلا هذا السؤال بصفتي محلل سياسي ودكتور فلسفي سياسي مش كمستشار مدير عام امن الدوله، حطينا ليك حطينا التايتل استاذ جامعي صح دكتور. هلا بالموقع الصحيح بالكلام الصحيح 100%. بس هيك يعني كتحليل اول مستغرب هذا القرار، خاصه انه يعني حكي انه القاضي غادة عون رح تستأنف هذا الموضوع ترفض يعني هذا القرار اللي صدر. هلا بالنسبه للقرار اللي اتخذه القاضي الاولى منصور، من دون شك انه القاضي دائما عنده مارش من الحركه ويمكن صح. ان يقرر ما يراه مناسبا. نعم. من الدلائل الكبيرة إنه رجا سلامي مذنب هو الحجم الكفالة اللي حدد له إياها 500 مليار ليرة. أنا بدي أسأل هل هي متوافرة الآن في البنوك اللبنانية جمعاء؟ طب إذا متوافرة قد ايه بدهم تيعدون لحتى بس يختم الرقم يطلقوا سراحه؟ مش بس هيك، إذا بدك قيمتهم 20 مليون دولار. ايه فبالتالي يعني مش عم نحكي يعني بمبلغ بسيط هون كمان، إذا أمنوا هونيك علامة الاستفهام الكبيرة صح؟ كل ما أعرفه إنه قرار ذكي كثير من الرئيس نقولة منصور وهو عتيق يعني، و
بعتقد انه قرار فيه بطياته الكثير الكثير اللي بحاجه للايام لحتى تبينه. ما بينحكى عن هذا الموضوع اكثر من هيك، لا سيما انه الرئيسي غادة عون بمعلوماتي انه غدا صباحا سوف تستأنف ولن يذهب رجاء سلامي الى منزله. لن يخلى سبيله نتيجه هذا الاستئناف، لا سيما انه كمان موكلين المحامي الاستاذ سلامي ايضا سوف يستأنفون المبلغ، حجم المبلغ ويخفضوه يعني. نعم لتخفيض سوف يعني يستأنفون من اجل تخفيض المبلغ، تخفيض مبلغ الكفاله. نعم هلا هو المبلغ مش قليل يعني، بعد شائك الامور بعد شائك بحاجة. مش انه خلصت القصه والبعض هلا يعني انه خلص خلصت هذا الموضوع مرتبط بالكابيتال كنترول، مرتبط بالازمه ككل. هذا الموضوع مش منعزل عن غيره، مع احترامي لعمل القضاة ولا مناقبيتهم وتعبهم بالتحقيقات وخاصه يعني الرئيس غدا عون والرئيس الاولى منصور، ولكن هذا الامر شائك جدا، مش بالبساطه اللي نحن شايفينه، منه بالبساطه، هذا موضوع متشعب، هذا الموضوع هو لولا بالازمه اللبنانيه اليوم. الازمه الماليه هون بين ايدين هالجماعة. فبالتالي هذا الموضوع يعني بيوصل لخواتيمه لمن الأزمة ككل في لبنان تصل إلى خواتيمه. هيدا نظرتي للموضوع أنا وليست معلومات، هذا بالتحليل المنطقي هيك لازم مطولة. إلا إذا لا مش مطولة، لأنه الأزمة اللبنانية مش مطولة كمان، ما فيها تكون مطولة بناء على أنه الأزمة اللبنانية مرتبطة بالأزمة الإقليمية. الأزمة الإقليمية ما عاش فيها تطول، في حركة سريعة ولكن مع سرعتها عم تاخذ وقتها. شو السبب عم تاخذ وقتها؟ لانه التسويه اللي جاي كثير كبيره، تسويه صايره كثير كبيره، ما عاد في ولا دوله عربيه خارج التسويه. تسويه بتنطلق من روسيا للاتحاد الاوروبي للولايات المتحده الامريكيه للصين لايران للعراق سوريا مصر السعودية لبنان وللأسف الشديد لربما العدو الإسرائيلي. هنالك تسوية خاصة يعني العدو الإسرائيلي بما يختص بالغاز اللبناني، هنالك شركة بما يختص سياسيا قصة أنه تنحل قصة شو يعني العدائية مع إسرائيل، مفاوضات سلام مثلا. أكثر من نصف الدول العربية وقعت سلام مع العدو الإسرائيلي حتى الآن، ولكن هنالك أنت بحاجة الآن لحتى ترصدي حركة شركات الغاز العالمية التي ترفض حتى الساعة الاستثمار في حوض المتوسط، بقصد فيه مصر اليونان قبرص اليونانية لبنان والعدو الإسرائيلي، إذا ما إنه ما توحدوا كلهم إذا بدك استثمار واحد لحتى لمد أنابيب. لا لا لا، فبالتالي هون يحاولون جهدهم لجمع هذه البوتقات في استثمار واحد. هلأ لبنان محلول عنده أنه ممكن يستثمروا بالتالي يحصل على حصته من دون أنه يخوض هالنزاع الدبلوماسي مع العدو الإسرائيلي، ولكن بقية الدول كلها نعم كلها بدك تحطي علامة استفهام الحركة الإماراتية والبحرينية وين عم تروح. نعم هنالك أمر جدي في هذا الإطار، أمر جدي وبدأت يعني بوادر تلوح. نعم. عمليا على للأسف. الأرض يعني صارت، مش أنه بعد حكي للأسف للأسف ولكن سريعة. نعم سريعة، بس يمكن تكون تداعياتها إيجابية بالمنطقة بشكل ولا لا بالنهاية يعني بدنا نشوف الحل على أكثر من جهة وليس هذه هذا الملف بالتحديد. يعني من شوي قلت لي فينا نغفل عن المفاوضات النووية والاتفاق اللي عم بصير، إيران تدخل، بس هون في تحليل بيقول أنه ستطلق يد إيران في المنطقة بشكل أنه تصير هي اللاعب الأساسي بمنطقتنا تحديدا. تضخيم لحجم إيران وتضخيم للإشكالية الإيرانية الأمريكية مش هالقد، مش رح تكون هالقد ورقة منها هيني سهلة مش سهلة كيف تطلق يد إيران في المنطقة، كلام كبير جدا بالوقت المنطقة عم يتناتش الأمريكي مع الروسي. مع احترامي لكل الدول اللي نحن بنحترمها وبنعتبر بعض منا حليفي، ولكن ما حجم ايران امام الخلاف الروسي الامريكي اليوم؟ هنالك مصالح كبرى، هنالك الاف مليارات الدولار من الاستثمارات بموضوع الغاز، هنالك حصه في التسويه لايران، هنالك حصه سياسيه لايران، ولكن مش ايران مش حجمها انه بالمنطقه لا ما شاء الله بلبنان ما بتصير لبنان بلبنان من خلال حزب الله لبنان اي دوله ما لها تاثير بلبنان. لماذا الاضاءه دائما على الدور الايراني؟ ما كل الدول الهند عنت في رح يصير لها تأثير بلبنان، مع احترامنا للهند وكل توسعها صغر هذا البلد، ولكن صغر هذا البلد وكل يعني أنا سميت الهند مش انتقاصة من حقها، عم وضحها بالعكس لأنه بعيدة عن اللعبة، ولكن لبعيدة عن الصين عم يصير لها يعني ما عاش في حدا ما له تأثير بلبنان. وكرمل هيك كربجة اللعبة السياسية بلبنان،
ومش عم تقدر تحرك. لما بيصيروا يقلوا عدد اللاعبين داخل الساحة السياسية بلبنان بتصير آلية الاتفاق والتسوية بيناتهم أهين. كرمال هيك هلأ بلشوا يشيلوا القصم منهم التركي مثلا ينسحب دوره أسبوع وراء آخر. ينسحب؟ نعم ينسحب. بس عم نشوف مع لاعب قوي بالمفاوضات الأوكرانية الروسية. عم نحكي بلبنان ينسحب الدور التركي ويعود الدور السعودي إلى لبنان. قصدك الدور السني في لبنان للسعودية؟ ستعود السعودية؟ نعم. كيف؟ بالطريقة يعني اللي بتلاقيها الناس. يعني البوادر اللي شفناها أنه بعودة التمثيل الدبلوماسي أو بعودة السفير هنالك مفاوضات جدية وقطعت شوطا كبيرا بين السعودية وبين السوريين، وهذا أمر طلع إلى الإعلام، وبالعكس السعوديين عم يتناولوه وزراء خارجيتهم بمؤتمراتهم الصحفية، هذا منه سر. وبالتالي ايضا هنالك مفاوضات قطعت شوطا كبيرا بين السوري وبين بين السعودي وبين الايراني. طيب لما انت عم تشوفي مفاوضات بين السوري والسعودي والايراني وكله عم يصرح بايجابيتها، ومش من فتره طويله مدير المخابرات السوريه ايضا يذهب الى السعوديه، فبالتالي نحن امام تسويه كبيره جدا تطال كل العالم العربي. يعني الناس اليوم بتشبه الازمه نحن فيها باتفاق الطائف، انه ازمه ما قبل الطائف. اتفاق الطائف ما كان في اشكاليه بالعالم العربي، كان في اشكاليه لبنانيه اتفقوا حلوها. اليوم الاشكاليه تطال العالم العربي. اليوم في بوادر اتفاق اسرائيلي مع عدو بين العدو الاسرائيلي وبين بعض الدول العربيه، ما بين تحديدا الخليج. هنالك محاولات، هنالك همس من بمحاوله جمع اليوم بعض الدول الاخرى اللي بعدها معادي للعدو الاسرائيلي، وبالتالي هنالك كلام كثير في هذا الموضوع. بعد في لبنان وسوريا تنكون وطن. بعد في لبنان وسوريا هذا الامر اليوم هو هون على في اراضي محتله على نار حاميه هذا الموضوع. اعتقد بالنسبه للبنان، لا للبنان ما بعتقد انه الامور رح تروح لمطرح اخر. بلبنان محدد موقفه يعني، وفي اتفاقيه هدنه ديجا موقع مع العدو الاسرائيلي. اذا في شيء اليوم عالق بما يختص بالغاز، هنالك همس على انه شركه قطريه او بحرينيه او اللي هي، وبالتالي تستخرج هذا الغاز وتقسم الحصص بين لبنان وبين اسرائيل بعد الاتفاق مع اوكشتاين على الحدود البحريه. هل حجم اذا بدنا نقول هذا هو الملف الاساسي؟ هذا الملف الاساسي، هو اللي بيتمحور حوله كل الامور العالقه اليوم. خلينا نحكي بالتفاصيل اكثر عن هذا الملف وغيره من الملفات. كابيتال كنترول كمان بدنا نحكي، وشو القصه مثل ما قلت الارتباط باللي عم بيصير بالقضاء طبعا بالملف المالي ومساله الكابيتال كنترول وبطبيعه الحال الاموال وين راحت. صح. والاموال الكثيره وين راحت واللي ادت لهذه الازمه. ولكن بعد هذا الفاصل دكتور جورج حرب نعود لمتابعه حديثنا معك. مشاهدينا خليكم معنا. نعود مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودائما مع ضيفي دكتور جورج حرب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رح نتابع من حيث توقفنا، خلينا نفوت هيك مباشرة لقانون كابيتال كنترول اللي شفنا بعض وصفه بمجلس النواب الجلسة الأخيرة أنه كانت مسرحية، واللي صار أنه كأنه ما في نية أنه يقر هذا القانون اللي مفروض كان يصير من سنتين. امبارح بجلسة مجلس الوزراء مر، ولكن مع اعتراضات مثل ما قلنا مع علي من شوي انه في بعض النقاط المتعلقه ب يعني مساله اموال المودعين. مسرحيه اللي عم بيصير؟ لا اعتقد انه هي مسرحيه بقدر ما هي محاوله للفلفه موضوع. بكل صراحه بقول لك اياها، للفلفه موضوع اموال المودعين. كيف يعني؟ يعني مش عارفين وين اني طلعت على جزء منه لهالكابيتال كنترول. نعم. اللي مرق بالحكومه ونزل على المجلس النيابي. بالإطار العريض لإله من دون ما نفوت بتفاصيله، هذا القانون رايح لتشكيل لجان لدراسة كل ملف بملفه من أموال المودعين. لا. يعني بهالعملية عم تحطي أنت كل الصلاحيات بيد هاللجان، وأنا كل شيء اسمه لجان بلبنان لا أثق بها ولا أؤمن بها ولم تصل يوما إلى أي نتيجة. ما قبلت المشاريع ولا مرة. فبالتالي أعتقد أنه هنالك علاقة بين اللي عم بيصير بالكابيتال كنترول وهالاستعجال هذا وبين النتائج اللي بلش يوصل للقضاء بالتحقيقات المالية، إن كان بتهريب أموال للخارج ولا غيرها. وأنا بقدر أكد لك معلومة أن القضاة بدأوا بالوصول إلى نتائج في هذا الموضوع، نتائج قانونية وبالمعلومات وبنتائج إذا بدك حتى بالدعم الخارجي بالتعاطف الخارجي مع واقع القضاء اللي عم بيقاتل باللحم الحي مع مافيا طويلة عريضة بهذا الموضوع. كرمال هيك ركضوا على الكابيتال كنترول ولكن مشوها. من أجل ذلك
بعض وصفه بالتهريبي. تهريبي، ما بعرف اذا تهريبي، ولكن عم اقول لك حالته رايح ليعمل لجان ليدرسوا واقع. هذه ما بدها لجان، هذه بدها اوامر قضائيه، بدها احكام قضائيه، بدها متابعه قضاة شرفاء. وبالتالي اللجان، يعني اذا قلت لك اللجنه انا عم بدرس هذا موضوع اموال المودعين 20 سنه وما خلصنا بعد، شو بنعمل معهم؟ من بعد ما تحطي بين ايديهم هيدي الثقه كلها. وبعتقد انا انه في مشكله باللجان بلبنان تاريخيا. من اجل ذلك لن يمر هذا القانون على ما اعتقد في المجلس النيابي. وبمعلوماتي انه معالي الوزير باسيل ما راح يمشي فيه، وايضا حزب الله لن يمشي في هذا القانون، وكل الحلفاء يعني. يعني اذا بدك الاقرب الكتل، اذا العدد الاكبر كان ما راح يمر، ما راح يمر هذا ما راح يمر لانه اذا مر بيكون في اتفاق بين، لانه في انتخابات، مش لانه في انتخابات. لا لا لا، الوزير باسيل ما راح يمر عنده لانه مش هذا مشروعه بالاساس. عملوا له مشروع اخر، شوهوا له المشروع للكابيتال. هذا المشروع اللي انعمل يحكى انه نزولا عن طلب صندوق النقد الدولي، ما بعرف يعني انا هيدا كانه مشروع الـ يعني الاي ام اف. كل شيء بده يتخبوا وراه هلا بيقولوا صندوق النقد الدولي، ولكن هذا المشروع لن يمر في المجلس النيابي وهذا واضح يعني، الا اذا تكتلت كل الكتل الباقي. وبالتالي خل تشوف الناس مين رايح لتهريب اموالها. لن يمر، لن يمر. هو لازم يكون مقترن مع شو ليكون يمر؟ يعني معرفه الاموال وين بده آلية ثانية، بده آلية محاسبه للجنه اللي رح يكلفوها. لازم يكون في شيء ان باراليل معه، صح؟ مش انه بس بالتأكيد. اللي موجود ويصير في حد للسحوبات ومثل ما نعرف تفاصيله بعد مش واضحه اساسا، ولكن التشويه الواضح فيه هو انه يضعون هذه السلطه بيد اللجان بهالسرعه الرهيبه اللي بلش القضاء فيها يوصل لنتائج. لا، انا بفضل ضل بين ايدين. هيك قلت مرتبط، يعني مرتبطين ببعضهم. مسار القضاء استعجلوا فيه لانه السلامي. بلشوا هون باي ملف اللي كان، بلش القضاء يوصل لنتائج، استعجلوا بالكابيتال كنترول والامر واضح جدا. بس للعلن ما شفنا نتائج، ام لازم كمان يكون في سريه نتيج بشو؟ بالمسار القضائي. بالمسار القضائي ما في يعني. الرأي العام بده يرتاح شوي. إيه، بس الرأي العام كمان رغم جرحه ورغم تعبه ورغم حقوقه المهدورة ورغم السرقات اللي تعرض لها، لازم يعرف الرأي العام على أنه القاضي لا يمكن له أن يسرب محضر تحقيق هو قام به. ما في، إذا سرب بيكون مش قاضي. فبالتالي كل ما يحكى عن أنه لم يصلوا إلى شيء وما وصلوا لأي نتيجة وما فيش أموال مهربة وكذا، كله كلام بكلام وكله كذب وافتراء. نعم، هنالك أموال مهربة ووصلت الرئيسة غادة عون إلى نتيجة كبيرة جدا. دقيت بالموضوع اللي بدي أسألك، لأنه سمعنا كثير بالأعلام أنه مش مزبوط. وين هالهمروجة وتكسير البواب والدخول للمكان تحويل الأموال؟ وهيها ما في ولا تقرير طلع عنا، يعني عم بحكي بالتحديد عن القاضي غادة عون اللي كانت جريئة وقامت بخوض هذه المسيرة، ولكن بعد ما صدر شيء ليه؟ هالداتا هالقد عويصة واحد يفصح عنها؟ بدهم يعملوا. عم بسأل السؤال اللي عم ينسأل بأكثر من مطرح إعلامي بهيدي الطريقة. بس ليعرفوا. اليوم إذا بدها وزارة الاقتصاد تعمل، أو وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بطاقات كمساعدات للناس بين هالأزمة هيدي. بطاقات اللي لهم قد ايه عم يحكوا فيها؟ سنه عم يحكوا فيها وعم يشتغلوا ليل نهار بعد ما لحقوا يخلصوهم بدراسه كل وضع كل عائله وقديش حالتها الماديه بمساعده مخاتير لبنان، بمساعده الاجهزه الامنيه، بمساعده الوزاره وكل الاجهزه الدوله. وبعد ما خلصوهم بدهم من قاضيه وحده تجمع تحويلات لبنان كلها وما احتفظ من اموال هون وما هرب الى الخارج أكثر من 8 مليار دولار أو 7 وشوي. وبالتالي بدهم إياها أنه هي بمجرد ما أخذت الأجهزة الإلكترونية أنه تقدر تخلصهم هي لحالها بأقل من ما الدولة كلها ما عم تقدر تعمل لهم بطاقات، ومش لكل الشعب اللبناني. الأمور بدها منطق. إذا الإنسان مجروح منتفهم، ونحن منهم أساسا منتفهم جرحنا وجرح بعضنا، ولكن مش معناتها إذا مجروح أنه بنفقد المنطق. ما هو نحن وصلنا لهون لانه ما فكرنا ولا يوم من الايام بمنطق، مش هلا بوقت المصيبه ما نفكر بمنطق، خلينا نروق عليها. بس هون وين صوت الناس تحديدا؟ الحراك اللي انتفض ب 17 تشرين نتيجه غلى شوي بفاتوره معينه اليوم الاموال ما بنعرف مصيرها، الاسعار نار، كل شيء صار ضرب 10 و20 عن 17 تشرين 2019، وين الحراك اليوم؟ لا، بقول لك اكثر من هيك، أسماء التجار، بعض التجار والمؤسسات الكبيرة بلبنان اللي اليوم عم تنكمش على أنه عم تغلي الأسعار ومش عم تنزل أسعار على المنتوجات وعم تغش وعم تحتكروها،
من رموز ما سمي بالحراك، من رموزه. نعم، لعدم التشهير ما رح أذكر أسماء، من رموزه. وبالتالي أي حراك، الحراك بلش بالبداية، حراك الأوادم والمعترضين على الحالة وعلى الفساد اللي فعلا قائم بلبنان. بس مين ركب الحراك؟ مين غزال حتى يصير عنيف؟ مين غزال حتى يصير عنيف بالكلام وصار قليل التهذيب وقليل الأخلاق؟ مين؟ مين اللي خلى الحراك يصير بموقع أي إنسان محترم، إن كان رجال ولا امرأة ولا كهل ولا طفل، يستحي ينزل يوقف معهم؟ مين؟ هو ذاته اللي غرق هلأ مع الحراك، وبعتبر هو أنه أنا قطعتها وبالتالي رح روح على الانتخابات. اللي ركب الحراك، موجة الحراك، غرق الحراك، بس هو مش عم يعترف أنه غرق معه. أنت راكب بمركب الحراك، أنت صنفت حالك أنك أنت ثورة، غرق مركب الحراك، كيف أنت بعدك ماشي وبدك تاخد بلبنان 50 نايب و40 نايب و30 نايب؟ ما عم تقروا الإحصاءات، ما عم بتتابعوا، بغشوا الناس. في تضخيم بالتصاريح اللي عم بتكون انه كسحين الدنيا. طيب اليوم بصوره، ما انه فتنا بمساله الانتخابات، في شيء غريب يعني، ب4 نيسان ببطل في تسجيل اللوائح، بصير بمرحله ثانيه بالانتخابات. الانسحابات شفنا كذا اسم يعني انسحبوا، 42 اسم 100%. تحالفات شوي صعبه هالمره، هل قد في تاخير بتسجيل اللوائح؟ هلا بالتاكيد انه التحالفات اللي شايفينها لحد هلا مش هي النهائيه للانتخابات، بعد فيه ولو ايام هنالك شيء اعتقد يجب ان يتبدل لحتى تقدر تكفي الانتخابات. طبعا في هنالك باي دوائر تحديدا ولا بكل على صعيد كل لبنان؟ عاده صعيد... بتصير تحالفات على القطعه اوقات، مش بكل لبنان على القطعه، ولكن هالمره مش كتير رايحه الامور على القطعه، عاده كانوا يعملوها هيك. لا اليوم، لانه في انقسام عمودي في لبنان سياسي مش انتخابي، هنالك انقسام سياسي في لبنان، وداخل السياسي هنالك انقسام حول الإصلاح وعدم الإصلاح. يعني أنت رايحة الانتخابات مشرحة بين خطين متناقضين، بين محور انتصر ومحور خسر، وبالتالي خسر بالاستراتيجية، وهذه استراتيجية سوف تترجم في الانتخابات. اللي خسروا بالاستراتيجية حاولوا يتعمشقوا بما سمي بالثورة، غرقت الثورة ومكافين لحالهم، بيقول بدي أخذ أغلبية. هنالك لا منطق في هذا الموضوع. مثلا التحالفات بين القومي والوزير بسيل لم تنتهي مفاوضاتها بعد، بعد في كثير امور عالقه بهذا الموضوع، لانه القومي مقسوم، هو مقسوم وبالتالي مع أي وبالتالي عم تنعكس مع اي جزء يعني. صحيح، في تحالف كمان. صحيح، هنالك الكثير من الاخذ والرد في هذا الموضوع يعني، واي شخص بيعرف بعلم الانتخابات بيعرف انه لا تحسم قبل الساعات الأخيرة، وهذه قوة المفاوضات تحديدا عند شخص جبران بسيل. يعني دائما يعرف كيف يلعب هذا الموضوع. ولكن الحليف الثابت حزب الله، لا؟ طيب بالتأكيد، لا خلاف بيناتهم على هذا الموضوع، ما في أي انقسام ولا أي خلاف. لا لا أبدا، في خلاف على حلفاء والحلفاء ما يعني، بدي أقول لك حلت كمان يعني أكثرية الأمور، أكثرية الأمور حلت بيناتهم، ولكن دائما هنالك تفاصيل لتحالفات مع عائلات، لتحالفات مع ناس مؤثره ببعض المناطق، مش بوارد نفوت باسمائهم هلا بعد المفاوضات. انت عبر زحله، خبرنا عن زحله. انا لا اتدخل في انتخابات زحله، لانه زحله يعني عروسه البقاع ولبنان، وفيها من الكفاءات ما فيها، ونفتخر بهم جميعا دون استثناء، ولكن لزحلي دائما حيثياتها. انما بقدر اقول لك، بما انه حيثياتها بس تغيرت شوي، حيثياتها عن السابق يعني، الى حيثياتها الانتخابيه والعائليه والتاريخيه ومتشابكه مع بعضها. ولكن اللي بقدر اقول لك اياه انه بالتاكيد انه معركه زحلي لن تكون بعيده عن التسويه الاتيه وعن التحالفات الاتيه، ما رح تكون بالصوره اللي هلا فكرتها الناس، ولا بالارقام المضخمه اللي البعض عم يضخها لانتخابات زحلي. الارقام المضخمه اذا فينا نقول، ما بعرف اذا نقدر نتبنى هيدي الجمله، ولكن اللي كثير عم بيحكوا عن ارقام تضاعفت وتربلت هي القوات اللبنانيه. انا بوجه لهم دائما تحيه، وهن يعني الدكتور جعجع انا بحترمه وبحترم كل الاحزاب في لبنان، وبخاصه يعني بيئتنا بالنهايه بيئه مسيحيه وجيراننا واحبابنا. ولكن الكلام عن الانتخابات بهذا الشكل هو مضلل للراي العام، ولن ياخذ الارقام التي يطرحها الدكتور سمير جعجع بالتاكيد، وهو يعرف هذا الامر، هو يعرف هذا الامر وقد بلغوه اكثر من جهه. يعني قد ايه رح تكون هامش؟ لدينا الكثير من المعلومات في هذا الامر. الدكتور سمير جعجع لن يحصل على الارقام التي يطرحها لا بالاعلام ولا في مجالسه الخاصه. بالاعلام يضخم كثيرا، في المجالس الخاصه يصغر الرقم، بيقول لهم انا قلت هيك ولكن هيك، ولكن حتى في مجالسه الخاصه ايضا
هو يضخم الأمر، لن يحصل على ما يقوله. رح يطلع عن 15 ولا نازل؟ هو يعني بالنهاية أنا عم بحكي عن شيء بده يصير بعد أنتوا حاطين على القنال 45 يوم أو 44 أيام. بال 45 صار يمكن إذا ماني غلطان. بعد 45 يوم سوف نحاسب على هذا الكلام، لن يحصل على هذه الأرقام، لن يحصل هذه الأرقام. رح يخسرنا مضخمة. العدد اللي حاصل عليه بال 2018؟ بجاوبك بس هذا آخر سؤال عن كتلة القوات اللبنانية. إيه بالتأكيد رح يخسر من عدد 15. عن تيار الوطني؟ لا أعرف. كمان؟ لا أعرف. بس لا يمكنني أن أعرف. كمراقب يعني كمراقب للحركة السياسية، للمواقف الشعبية الموجودة، لأنه البعض يراهن على أن شعبية الأحزاب وبما فيهم تيار الوطني الحر قلت كتير، وهذا الشيء رح يكون لصالح قوى التغيير. مين قوى التغيير؟ فيك تقولي لي أسمائهم؟ نكتار يعني لهلا ما تجمعوا، حتى من شوي كنا عم نحكي عن زحله في 3 لوائح لقوى التغيير بزحله، يعني بزحله صار في 7 لوائح على ما اعتقد، ولكن اتمنى التوفيق للجميع. انما الارقام التي تضخم من قبل بعض الاحزاب هي باطار، يعني انا عم مرات بفكر انه طيب بعد 40 يوم او اكثر شوي شو بدهم يقولوا لجمهورهم؟ احباط مره ثانيه، احباط 4 سنين، شو الحجة هالمرة اللي بدها تكون؟ المال، صرف مال قد ما بدك، ولكن طيب انت شو بدك تبرر لجمهورك؟ انت وعده ب20 وب30، شو بدك تبرر له؟ شو التبرير؟ انا من هلا عم فتش شو التبرير؟ شو ممكن؟ لا ما عم لاقي، ما بعرف. إذا ما وصلوا للي حاطينه ما كارب. مستحيل. بقولوا للجمهور حق عليكم. أنا عم أقول شيء بعد 40 يوم بده يصير، يعني حكما، مش إنه طويل لتنسي الجمهور، وسوف نحاسب على هذا الكلام. هذا أمر مضخم جدا جدا جدا. نتيجة مشاركة ضئيلة تتوقع بالانتخابات؟ بالعكس، أنا أتوقع في حماس؟ أنا أتوقع مشاركة ضئيلة عند كل الطوائف إلا عند الطائفة المسيحية. للأسف نحن عم نحكي الموضوع هيك لأنه نحن بلبنان. أصلا الانتخاب مقسم طائفيا يعني. هم أصلا طائفيا، بالنهاية الطائفية بالمعنى الإيجابي هي غنى، بالمعنى السلبي لما تصير أنت تضربي بقية الطوائف هم بتكون سلبية. وقتها تصير ارتكاز لتقصية. لا 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 يحرجني هذا الموضوع أنا، لأنه الكل بيعرف أنه نحن مش من هيك، نحن من مدرسة. بترشح مش على أساس طائفي؟ مدرسة علمانية، ولكن لبنان هيك. المسيحيون سوف يكونون جدا محمسين في أو ما متحمسين في هذه الانتخابات. ما تنسي أنه بال2018 نسبة الاقتراع بالجنوب كانت 45، عند بطرابلس لم تقفز ال40، بالعقورة 87%. هذه مؤشرات أنه هنالك فئة في لبنان تستشعر الخطر وتذهب إلى الانتخابات. اليوم نفس الشيء، أخطر ما يحصل اليوم، أخطر بكتير. الاستراتيجية اللي أخذها ممثل المسيحيين في السلطة اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون انتصرت، وهذا خيار إيجابي، ولكن هذه يجب أن تترجم، إلا سوف يلتفون على هذا الانتصار وتعود من أول وجديد محاولة أخرى اللي بعد ما زهقوا منها من 70 سنة اليوم لاقتلاعهم من لبنان ومن هذا الشرق. كل ما كانت الحملات أقوى تاريخيا، المسيحيون يتشبثون في الأرض للبقى. لا يتوحدون لأنهم ديمقراطيين لدرجة، وبالتالي هذه طبيعتهم، يعني عندهم ديمقراطية كتير لا يتوحدوا، ولكن بدأ انتباه. اليوم المستهدف هني مش حدا تاني، ويجب الالتفاف حول زعيمهم لحتى يترجموا الانتصار الاستراتيجي بانتصار بالداخل. عم بحكي انتصار استراتيجي، مش انتصار تكتيكي. التكتيكي كانوا بنوا دولة، فشلوا ببناء الدولة لحتى بعدين يفهمون انه ليكو ما قدر يعملكم شيء وكذا. صارت اللعبة مكشوفة ولا يمكن الوصول الى نتيجة. تغيرت النظرة اصلا مع بداية هذا الكلام عن اليوم. نعم. الكل يجمع على ما يؤكد رئيس الجمهورية بانه ما رح يرتاح الا اذا كشف كل، بعتقد انكشفت. يعني عم نحكي اليوم نحن عن ناس يحقق معها، ناس ملاحقة، وهن بالسلطة المالية والسياسية، يعني هيدي واحدة تكفي بوقت كان قبل لا يحكى عن هذه المواضيع. الرجل طلع من معركة قاسية كتير. المعركة اللي طلع منها شخص ميشيل عون هالمرة هي معركة أقسى بكتير من 13 تشرين، أقسى بكتير بكتير، وطلع منها مهشم وطلع تعبان، وطلعت كل شخص آمن بهذا الرجل، وكل شخص حتى من المحايدين اللي قالوا انه هنالك لعبه ما تتم دوليا لتهشيم وتهشيم كل من اذا بدك لتهشيم مسيحيين في لبنان، ايضا هوجموا. في جرحى اليوم مثل جرحى الحرب، في جرحى اعلام. مين من سب الاعلام اليوم؟ مين ما سمع كلمه مسبي لحدا من عائلته وهو مارق على الطريق؟
منا كلنا سوا. كل في جرحى كثير اليوم، جرحى الحقيقة، ولكن بالآخر بالنهاية لا ينتصر إلا الحق، واللحظة اللي بينتصر فيها الباطل بتكون هذه مش النهاية، هي معركة بدنا نرجع ننقلبها لمعركة تانية. اليوم اللي صار بلبنان هو ما لم يحصل بتاريخ لبنان، هالكمية من الشتائم، هالكمية من الاستضعاف، من الاحتقار، من النبذ اللي تعرض له رئيس جمهورية وبالتحديد الوزير جبران باسيل. إذا في شيء عم نحكيه ما صار يقولوا لنا نوع من يعني تحطيم، تحطيم اقتلاع سياسي، هو نوع من الاقتلاع السياسي. ولكن ما بعرف من اللي خطط لهذا الموضوع، يا ريت بقدر أعرف مين خطط. خارجيا بمعاونة داخلية، داخليا أقنعوا الخارج به لهذا المخطط كمان، ولكن داخلية وليس أنه لا 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 خارجي بأدوات داخلية. ما عم قلك أنه يا ريت بقدر أعرف مين اللي خطط، أنا معجب بذكائه، بالعكس لأكتشف كمية الغباء التي آمن بها الخارج. مين هالقد اللي هالقد محتال قدر أنا على الخارج بغبائه يتبنى خطته؟ شوفي أخدوهن لحتى يتبنوا فكرة أنه أنتوا اللي وصلكن لهون هو رئيس الجمهورية تحديدا، ما حدش غيره، لحتى يقلبوهن ضده وياخدوهن مع الآخر اللي أساسا هني معه من أجل هداك هربانين من التاني. يعني بدهم إياهن يتركوا جمهور ميشيل عون، يترك ميشيل عون ويذهب إلى سمير جعجع اللي أساسا هني إجوا لعند عون هربا من جعجع. هذا غباء بالسياسة. من أجل ذلك اليوم الإحصاءات بمكان آخر، ما حدا رح يقول لهم الإحصاءات والأرقام، بس هني عارفين على الهوى وبالإعلان ما رح حدا يقول لهم. ما عم تنحكى الحقيقة أم هناك هروب لأنه عندهم نية أنه يضلوا، ما هي أساسا هذا الطبيعي الحرب الإعلامية اليوم، أنه أنت بتحسس الآخر أنك خسران، تأثير على الرأي العام من خلال من هو الأقوى. إذا بضلني أقول فلان أقوى 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 ممكن أن أثر على الرأي العام ليكون مع الأقوى بنظر ما يحكى، ولكن الحقيقة يمكن تكون غير هيك. بليك بصراحة عم نقعد نحن كلنا مع أصدقاء مع تعرضوا لكتير بهالأزمة ثلاث سنين. أول شيء انجرحوا مثل ما جرحوا كل الناس، خسروا كل شيء طبيعي، وأيضا حملوا وزر ما 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 خسره الآخرون. طيب هودي لا بيقاتلوا بالشارع ولا بيشتموا ولا بيرد الشتيمة على السوشيال ميديا، وإذا تلفنت له لحتى تشتموا بيسكر التليفون ولا يكترث، ولكنه ينجرح بينام على جرحه لنهار الانتخابات. نهار الانتخابات بيحاسبك وبيحاسب اللي بعتك وبيحاسب اللي دفع لكم لحتى تشتغلوا هالسوشيال ميديا وتشوهوا الإعلام اللي هو نظيف لازم يكون لتشوهوه ضده. المحاسبة اليوم في انتخابات لشخص بيوثقوا فيه اللبنانيين، ولكن في انتخابات اليوم لمحاسبة من شتمهم، لمحاسبة اللي شوههم، لمحاسبة اللي وصلهم لهون. كل اللي صار بلبنان بتواطؤ مع الداخل، كانوا عم بيصلوا صلوات، كانوا عم بيحرقوا بخور لحتى تأفلس البنوك في لبنان، وساهموا بهذا الأمر وهربوا الأموال لبرا. لبناني ذكي، ما في طفل بلبنان مش مسيس، مش مسيس وبيعرف طبعا. بس انه اكيد وقت يصير في امور ملموسه على الارض ويمكن بالقضاء هون دور القضاء يكون في تسريع لنوصل للموضوع. قلت لي انه رده الفعل الشارع المسيحي راح تكون اقتراع بنسب عاليه لانه يعتبر انه مستهدف، بس أنا يعني البعض يقول انه هالمره انقلبت الايه. ب 92 كان في مقاطعه مسيحيه لانه كان نتيجه اللي صار بالطائف ولا ما هنالك، هالمرة يمكن يكون في مقاطعة سنية بين المتزوجين إلى حد ما ويكون النسبة أقل. مش لازم يكون بالعكس، إذا حس السني أنه مستهدف أو خرج من اللعبة السياسية بخروج الرئيس الحريري تكون ردة الفعل كردة فعل المسيحيين. السني مع احترامي للطائفة السنية الكريمة لن يكون خارج اللعبة الانتخابية، ما في قرار بالمقاطعة، ما في قرار تنزل نسبة التصويت. بعدين السني ليش بده يشعر أنه مستهدف؟ مين من رموزه استهدف؟ مين شتم؟ مين هتكت أعراضهم بالشتايم؟ ما في، في شخصين، كان شخصي، كان كل يعني كل كل الحراك اللي كان موجه إلى شخص جبران باسيل ومن بعده رئيس جمهورية. صحيح، بلشوا بجبران بعدين نقلوا للرئيس. شو السبب؟ لأنه هني مش عجبهم شكله، لأنه في خيارات عند المسيحيين ما بدوش إياهم ياخدوها. ممنوع تتحالف مع حزب الله، ممنوع تفتح جسور مع كل المكونات الوطنية السنية والشيعية والدرزية في لبنان، ممنوع. أنت بدك تضلك معزول ليسهل اقتلاعك تحضيرا. مش مخاطرة بالذهاب وأصرار جبران باسيل على المضي مع حزب الله؟
العقوبات من شو شيء؟ يعني العقوبات من شو شيء؟ من شان مين انحطت؟ وشو السبب اللي ركبت فيه العقوبات؟ نتيجة القرار السياسي، نتيجة خيار سياسي مش كرهن بحزب الله قد ما هي ليش عم يطلع من عزلته؟ انت مطرحك هون وحدودك هون، انت ممنوع تقرب وتمد جسور مع الاخر، انت ممنوع تطالب بعوده نازحين سوريين، وممنوع تعترض على توطين الفلسطينيين، وممنوع وممنوع، وانت لازم تعادي النظام السوري. كلهم رفضن وعم نطلع منن وقريبا وما عادش مطول. لانه القراءه صحيحه بعكس القراءات الاخرى. القراءات الصحيحه هن بقول لك شغله، الامريكي يحب ان يتعاطى مع القوي. هذا مش معناته انه انفتحت هلا اوتوسترادات مع الاداره الامريكيه، ولكن صمد لم يضعف، وبالتالي من يصمد ينال. هذه سنه الحياه بالاخر، وشفنا بكل الحروب اللي صارت يجلس على الطاوله كل من ربح الحرب بالنهايه. كل الحراك من بدايته بعد بيجي يوم بيكتبوا عنه هذا الحراك، بعدها هلا فيها ما حدا عم يكتب، كله موجه ومدبلج ومخطط له، وفي أجهزة أمن عالمية كانت عم بتدير وكانت عم بتمول وكانوا. هلأ بقدر أعطيكي بس شغلي بهذا الإطار كبرهان، كل المحيطين بالوزير جبران باسيل حرقت هواتفهم بفرد ليلي، فيروس اشتروا غيرهم حرقت مرة تانية، ضلوا يستعملوا أجهزة اتصال مجهولة لا وبس يحددوها يرجعوا يحرقوا لهم هن. لا بعد فتره طويله كثير ما راح اقول ايمتين، بس هلا وقفت ما عادش عم يحرقوا لهم هن. او لك لا مين عم يحرقهم؟ اللي قاعد على ساحه الشهداء عم يرقص، مين عم يحرقهم هودي الاجهزه؟ هي بدها اتصالات عالميه، بدها تجهيزات، بدها كل هالقوه وكل هالتواصل وكل هالدول وما قدروا يعملوا شيء؟ عملوا خربوا لو وصلنا له، خربوا عقول الشباب والصبايا والكبار اللي نزلوا، خربوا عقول بعض الاعلاميين اللي بعدهم هلا بيطلعوا بيشتموا الناس، بقى خربوا عقول كل واحد بحب الدولارات اكثر ما بحب لبنان. في ناس عملت ملايين دولارات، في اعلامي واحد بلبنان عمل اكثر من 12 مليون دولار منه. نتيجه الشتايم. انا بجيب لك ترند وبالتالي انا بهدلنا فلان وشتوم فلان، هيك بس بقول لك كل شيء له نهايه. اوعى تفكري في شيء بيصير بلبنان الا ما يدون ويسجل ويحتفظ به بالوقت المناسب. بيجي يوم حساب اكيد القانون. لكن اللي سرقوا من لبنان مدام، واللي هربوا لبرا، واللي عملوا كانوا عم يحسبوا حساب انه رح يجي يوم في قاضي مثل الرئيس نقولها منصور او مثل القاضي غدعون او اي قاضي شريف رح يحقق باسمائهم ويوقفهم، من كان لا يتخيل. والباقيين بيناموا بمكاتبهم مع نفلوا على بيوتهم لانه خايفين يتوقفوا، من كان لا يتخيل. اوعى تفكري انه اذا الانسان ارتكب حماقه يوما ما رح تزمط، ما في شيء. دائما بده يضل موجود الحساب، وكل شيء بتعمله بدك تحاسب عليه. بالنهايه التاريخ ما بيرحم ولا القانون بيرحم. تخيلي بالحرب اللبنانيه في البعض فات على سكونات الجيش وسرق بندقيه، بعد 18 و20 سنه استدعوه وسجنوه ودفعوا حق البندقيه. هيدي صارت كثير لمن قصم الجيش بلبنان للاسف بين الحرب. ما في شيء بيروح. هلا في مثل بينقال ما في قرش بيروح على الدوله، يعني ايه حتى طبعا. لو رحت وهربت من رقدة الا ما تطالب طبعا. فيه. ان شاء الله هيك نوصل لخواتيم سعيده بس تكون قريبه، يعني دائما المسار القضائي بيكون طويل خاصه بجرائم ماليه بقوانين لم تقر بعد. الطابه اليوم برايك بملعب مين؟ مجلس النواب او الحكومه؟ شو الفرق بيناتهم؟ هلا هو بالمبدأ لازم يكون في فرق. شو الفرق؟ بس بالواقع التطبيق اللبناني دائما بيكون الحكومه مصغره على مجلس النواب. كل المشكله اليوم والاشكاليه قائمه على التالي نقطتين. يا رئيس الجمهوريه خلينا نعمل عفو عام عن كل الارتكابات الماليه اللي صارت وننطلق من جديد في لبنان تحلمون انتم به، والرئيس يرفض ولا زال حتى الساعة يرفض ولن يقبل بهذا الأمر. لأنه هيدي كلها هون سابقة سيئة. شو يعني تعودوا؟ لا مش سابقة، تعودوا. ما هني قتلوا ودفنوا جيتاتهم بمطارح مجهولة حتى اليوم، وفاتوا عملوا إعفاء، عملوا عفو عام بالمجلس النيابي. تعودوا أنه تتكرر كل 15 سنة منخرب الدنيا، مرة بيسرقوا أرواح ومرة بيسرقوا مال ومرة الجاي ما بعرف شو بيسرقوا. بالتالي هيك حكي أنه ممكن يكون في تسوية.
التسوية هالمرة مفروضة على الجميع، ما حدا يبني يعني تسوية خارجية. قلت لك بتبلش بين بالأمريكاني الروسي الأوروبي وليس بهذه الطريقة، ما في ما حدا مين أريون صار ونرجع نبلش من الصفر. تسوية في لبنان لن تنفذ إلا مع أناس نظيفي الكف اللي بدهم يستثمروا بالغاز، بدهم مؤسسات نظيفة، بدهم موظفين أكفاء لحتى يتعاطوا معهم باستخراج الغاز. هودي شركات سوف يستثمرون بألاف مليارات الدولارات، آلاف، مش معنى مجازي عم بحكي أنا، آلاف مليارات الدولارات سوف تستثمر هذه الشركات. ما رح تيجي تقبل لك بنايب من هون وما بعرف مين من هون وموظف فاسد من هون بيوقف للشغل إذا ما مضى ليقبض رشوة، هاي ما بتصير. بده ينظف وبده يركب دولة وبده يستثمر على نظافة، مش معناتها بيحبونا، عنده لهم مصلحة وبتتلاقى معنا. والدليل ما بتلاقي ولا دولة بكل الكرة الأرضية عم يستخرج منها غاز أو نفط وفيها هالكم من الفساد الموجود بلبنان. دائما يضعون دولة مع مؤسساتها كاملة وبالتالي ومن ثم يستثمرون. من أجل ذلك عايزين الغاز بأوروبا بعد إشكاليتهم مع الروسي وبالتالي مستعجلين على الموضوع. يعني تتسرع الخطوات؟ لا أعتقد أنه الأمور لازم تكون طويلة إن شاء الله. بالتحليل والمنطق إن شاء الله أيامنا يا دكتور التاريخ لا مش أكتر سريع أكتر مما تتخيلين. وبالتالي المنطق والتاريخ والاقتصاد وحتى الدين إذا عم تتضرع الناس كلها تنحو باتجاه حل قريب للإشكالية اللبنانية اللي للأسف صارت موصولة بالتسوي. بعد ما يمكن شي دقيقة بدي أسكر الحلقة قبل ما أسألك عن تحقيقات انفجار المرفأ، يعني حصير له سنتين القصة وبعد ما شفنا شيء مجمد الأمور كمان مرتبطة بكل هالمسارات. يعني ممكن يعني قلت لي بتنحل قصة ممكن نشوف على أيامنا استخراج الغاز، نشوف على أيامنا نتيجة تحقيق انفجار المرفأ. نعم أنا بتمنى أنه مين السبب؟ أنا بتمنى انفجار المرفأ يوصل لكارثة المرفأ توصل لأخواتيما السعيدة لأنه في ضحايا، ونحن أنا عن جد يعني أنا ما بتأثر، أنا بنشوف أهالي صح. الضحايا يغرر يعني بهم هنا وهناك في 200 عائلة وفي متضررين نفسيا كمان. أنا بتمنى أنه يوصل لنتيجة بهذا الموضوع، ولو كنت داخليا مش كتير متفائل لأنه كمية التضليل كمية التضليل اللي عم تضخ بالإعلام كتير كبيرة. تضليل والهدف تعمي على الحقيقة لأن الحقيقة كبيرة. لا أكثر من التعمي، استغلال هذا الأمر لمقارب سياسية، الأجندة السياسية بيوجهوها ضد فلان وعلتين، عندنا معلومات كثيرة عن هذا الأمر. للأسف لحد هلا هنالك كمية تضليل كبيرة تضخ في الساحة. طيب ليش ما اللي بيعرف الحقيقة ما بيطلع يقولها؟ ممنوع نحكي. بالقانون ممنوع. نعم. للأسف. إن شاء الله لا توعى الضمائر، هذا اللي منعول عليه رغم كمية لا أخلاق الموجودة بكل التعاطي اللي عم بيصير بكل الملفات إن كانت مالية أو قضائية أو غيرها. الأمور جيدة قبل ما تختمي سوري يا عمتي إذا تسمحي. لا 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 ما بقبل أختم معي بتختمي حضرتك، ولكن الأمور جيدة وإيجابية والتسوية ليست ببعيدة. انتخابيا الأمور أكثر من جيدة جدا، ولكن الأرقام بتصير بيوم الانتخاب لأنه بحق لنا نحن نصادر إرادة الناس. والإيجابية هي عنوان المرحلة القادمة إلى لبنان. خي شو حلو. نعم. في أحلى من هالختام. نعم. لا مش ختام، أنا بعمر قبل ما تختم ختام رأيك يعني أن الإيجابية هي نعم. رح تكون سيدة الموقف. نعم. في المرحلة المقبلة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله ونحصد أكيد نتائج كلنا بنبتغيها وكل الشعب اللبناني ما بده إلا ما يعيش بكرامته بهالبلد. طبعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك بشكرك. إلى حلقات مقبلة إذا الله بيريد وتكون عم نحكي عن قطف هذه الأمور الإيجابية إن شاء الله قريب. مشاهدينا أنا بدي أشكر حسن متابعتكم لهذه الحلقة، منا رح نبقى سوا إلى اللقاء بحلقات مقبلة إن شاء الله.